مصطفى مليون مبروك على حاجات كتير، مليون مبروك على البطولة، مليون مبروك على الظروف الصعبة اللي انت لعبت فيها، مليون مبروك على اجتهادك مش من النهاردة ولا من امبارح، من سنين كتير فاتت يا مصطفى. الحمد لله فاروق، ربنا كريم. انت يمكن انت عارف من زمان كنت بتتعلق على الماتشات بتاعتنا زمان، حتى كنت لما انت مثلا بتقول حاجة على اي صدى ولا ايا كان كنت بتقعد تتشتم ان انت بتقعد تجامله، انت بتقعد مش عارف ايه. بس تاني ارجع، انا قلتها 100 مره بقولها تاني، ان ده طبيعي، الناس تبقى محتاجه تشوف قدام عينيها اكتر عشان تطمن، وده طبيعي، لان في الاول وفي الاخر لما الحمد لله ربنا بيكرمك وبتلعب وبيوفقك الناس بتديلك حقك وبزياده كمان. فهي زي ما انت يعني بتاخد دي بتاخد كمان قصادها الناحيه التانيه ثناء كبير، ثناء كبير زي ما بيقولوا. فالحمد لله ربنا كريم. بطوله وظروف واتخلق وخرج منها حارس تاريخي في افريقيا وفي النادي الاهلي. لله الحمد لله، كله في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا. وتاني يعني الظروف اللي حصلت لكابتن محمد الشناوي بالاصابه، الحمد لله احنا مبسوطين رجع لنا بالسلامه، وانه في يعني يرجع لمكانه، وكلنا بنساعده على حاجه زي دي. بس انا عرفت ان في حاجات حصلت في المؤتمر ودي في مشاكل حصلت، بس يعني انا مستغرب، يعني هو الراجل قال حاجه ان فعلا مشاكل كانت طالعه من حته معينه، فهو وجه الكلام لنفس الحته دي، ان هو اوريدي انت دي الحته اللي طالع منها، السورس اللي طالع منه مشاكل، هو قال لك هم بيصنعوا مشاكل، فبعد كده اتهاجم. طب انتوا لما كنتوا بتقولوا اخبار غلط ما كنتوش ليه بتطلعوا تعتذروا عليها؟ فاهم قصدي ايه؟ ما كانش حد عنده الجراءه، ليه لما كانوا كلهم بيقعدوا مثلا يهاجموني بشكل شخصي او يهاجموها بشكل شخصي، لما الحمد لله ربنا مثلا بيكرم، ليه ما بتطلعوش تتكلموا كويس او بتشكروا او بتقولوا معلش احنا كنا غلطانين، عايزين هو يعتذر؟ لا طبعا، انا شايف ان كابتن محمد الشناوي هو قال اللي في قلبه، ودي حاجه ما تزعلش. إيه، انا مش عايز اطلع بره الموضوع، هرجع تاني لموضوعنا التاني. انا كنت بقول على كابتن محمد الشناوي عشان خاطر الكلين شيت، الحمد لله هو اللي بداه، احنا دخل فينا جول واحد طول البطوله، انا لعبت من رابع ماتش تقريبا، والحمد لله احنا بنكمل بعض مش اكتر يعني، الحمد لله. احنا بنتكلم على الشناوي او بسجل مع قال لي مصطفى شوبير اقرب اللاعبين ليا وده اخويا الصغير. البطوله اللي فاتت هو قال لك يا مصطفى، او قال لك تعال اطلع معايا ولبسك الميداليه، اعتقد المواقف دي اعتقد بتلخص كلام كتير جدا. اقول لك على حاجه، طبيعي الناس تقعد تجتهد ان ممكن يكون في مشاكل، ان ممكن يكون في بتاع في اي مركز في الدنيا، خصوصا مركز حراسه المرمى اللي هو ما بيقبلش الاسم على الاثنين، هو واحد بس اللي بيلعب. كريم فؤاد النهارده باك رايت ووينجو لعب باك ليفت، ففي الباقي المراكز الدنيا بتمشي، لكن في حراسه المرمى بالذات الناس بتلاكك دايما ان هي تخلق مشاكل او حاجه. علاقتي انا وكابتن الشناوي هي علاقه كبيره، وفي الاول وفي الاخر ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حارس مصر الاول يتقلل منه. انا ضد المبدا ده، مش انا بس، اي حد سوا هيبقى ضد المبدا ده. ناس تقول لك اصله ما رضيش، اصله مش عارف ايه، اصل كل دي اجتهادات، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ جينا ربنا وفقنا في البطوله، الراجل معايا ودايما بيساعدني في التسخين وبيساعدني بكلام، وحصل حتى حديث بينا امبارح واحنا في التمرين بخصوص القصه دي، هو نفسه من نفسه لقيته بيقول لي انت يعني انت ما تعرفش انت عندي ايه، هو قالها لي كده بلسانه. فانا يعني بعد كده هقول له ايه؟ يعني هقول له ايه؟ عايز افاجئك بحاجه، انت وصلك معلومه انك مرشح من ضمن اللعيبه كاحسن لعيب في افريقيا داخل افريقيا في الموسم ده؟ لا لسه عارفها منك، بس الحمد لله يعني شرف كبير والحمد لله ربنا كريم الحمد لله.